أنا العسكري الشرطي المتطوع طريف نهاد عرب، أعلن انشقاقي عن الكتائب الأسدية وانضمامي إلى اتحاد كتائب شهداء بدر. التحقت بقوى الأمن الداخلي بتاريخ 25/7/2005، وتم فرزي إلى شعبة الأمن السياسي، وتم نقلي إلى قسم شرطة المزة بعام 2011 مع بداية الأحداث. تاريخ الانشقاق 17/2/2013، مدة الخدمة 8 سنوات. سبب الانشقاق اتباع النظام الأسدي أسلوب القتل والتدمير والتعذيب ومحاربة الطائفة السنية. تم اعتقالي من قبل النظام الأسدي واعتبروني من الخلايا النائمة كونني من الطائفة السنية وتفكيري بالانشقاق.